الحقيقة اتحاد العمال منوط بحماية حقوق حوالي 27 مليون عامل، رقم كبير، منهم حوالي 6 مليون عامل نقابي. علشان كده بنحتفل بعيد العمال دايما كل سنة، ولكن عيد العمال السنة دي مختلف تماما لأهميته، علشان اتحاد العمال بيقدم حلول ورؤى جديدة لحل مشاكل كتير جدا، ومنها بالتأكيد مشكلة البطالة. موضوع مهم جدا جدا بيتزامن مع الاحتفال بعيد العمال، علشان كده هيكون ضيفي الهام جدا النهارده موجود معانا للرد على اسئله كتير وتوضيح موضوعات كتير خاصه بالعامل المصري. بيشرفني الاستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال المصري، اهلا بيك ونهارك دايما سعيد استاذ مجدي. اهلا بيك ونهارك سعيد. خليني في البدايه نعرف اهميه احتفال مصر وقيمه الاحتفال بعيد العمال كل عام. خلينا نقول ان الاصل في الاحتفال هو يوم تضامن مع العمال. وبالتالي احنا في مصر هنا منذ سنوات طويلة بنحتفل بعيد العمال عشان نحسس العامل أن له عيد وأن له قيمة، وأن ولاده كمان يفخروا بأبوهم العامل لما يشوفوا الدولة بتحتفي بيه، وننمي فكرة العمل وفكرة الإنتاج اللي هي ضاعت خلال الفترة اللي جاية. أنا شايف أن المرة دي إحنا لازم نهتم أكتر، لأن إحنا الإنتاج ضاع مننا كتير خلال الفترة اللي جاية، وبالتالي إحنا لازم نهتم بقيمة العمل وبقيمة العامل. حتى يعني انت لو شايف ان في قاموسنا خلال الفتره اللي فاتت ضاع كلمه لسطة وضاع كلمه الصنايعي، ودي ودول اللي كانوا بيبنوا سامان المجتمع، اللي كانوا بيبنوا البلد، لان هم دول اللي بيقفوا على المكن. ومعنى لما يضيع فكره الصنايعي او يضيع اسم الصنايعي يبقى ما عادش في انتاج زي زمان. كنت تكتشف ان الصنايعي ده في حاله عشق بينه وبين مكانته، يجي الصبح ينظف المكنه ويشتغل عليها، وقبل ما يمشي ينظفها ويسيبها. لكن النهارده ما بقاش فيه ده. احنا لازم نهتم بقيمه العمل اكتر، وبالتالي لازم نكبر في احتفالات عيد العمال عشان ندي العامل يعني ايه جزء من حقه، وبالتالي يقدر يكمل معانا المسيره خلال الفتره حقيقي. ولكن قبل ما انقل على السؤال الثاني، عجبتني جدا كلمه حضرتك وانت بتقول علشان ولاده يكونوا فخورين طبعا ان ابوهم عامل. نعم، احنا على فكرة ضاعت من عندنا قيمة البدلة الزرقاء خلال الفترة اللي فاتت. عبد الحليم كان بعد ثورة يوليو بيغني البدلة الزرقاء، بيغني الانتاج، بيغني العمل، كان العامل له قيمة في الدولة. النهاردة للأسف الدولة بتعمل مدارس تقول ممنوع فيها دخول حملة المؤهلات المتوسطة، بتجبر ان القائمين على المدارس ان هم يقبلوا فقط حصل الحاصلين على لو اولئك امورهم حاصلين على المؤهلات العليا. انا بعتبر ده رده، لان بالفعل احنا خلال الفتره اللي جايه اللي هيبني البلد دي هم الناس الصناعيه، هم المؤهلات المتوسطه، الوزاره الجديده اللي فتحها رئيس الوزراء. أيوة. اللي هي الخاصه بالتعليم الفني. التعليم الفني يا جماعه هو الركيزه الاساسيه لينا خلال الفتره الجايه. اذا كنا عايزين نبني بجد لازم نهتم بدول، لازم نغير لهم مناهج، لازم نعمل لهم مناهج جديدة. ولازم أيضا كمان نهتم بالتدريب عشان خاطر الملايين اللي عندنا الباطلة اللي هي بتعاني من البطالة، لازم أغير من مسارها عشان نستفيد منها خلال الفترة الجاية في مسألة العمل. احنا للأسف التدريب ده عندنا برضو خلال الفترة اللي فاتت، لابد أن نهتم بيه من الآن. هنتكلم على التدريب وأهمية التدريب أستاذ مجدي، ولكن خليني ما ضيعش مني سؤال مهم جدا عن أهمية اتحاد العمال بالنسبة للعامل المصري. هو بالتأكيد بيشعر بقيمة الاتحاد. نعم، احنا دورنا، دور النقابي هو محامي العمال او الدفاع، او هو من يسعى للدفاع عن حق العامل. الحق بين اطراف، الحق بين اطراف، بين العامل، بين ممثل العامل اللي هو اتحاد العمال، وما بين الدولة او صاحب او رجل الاعمال ان كان هو صاحب العمل. في خلافات كتير بتبقى بين الاطراف دي لفترات طويله. احيانا بننجح، احيانا بنفشل، احيانا بنوصل لصيغه وسطى يعني، لكن في النهايه انا دوري ادافع عن حق العامل واستمر في الدفاع عنه الى ان ياتي هذا الحق. لان احنا للاسف القوانين في الفتره اللي فاتت ظلمت العامل كتير، واحنا محتاجين ثوره تشريعيه تساعدنا في الدفاع عن حق العامل. طب خلينا نتكلم، بما ان حضرتك تعرضت لكلمه الدفاع عن العامل المصري، عن مشاكل العمال بشكل عام اللي حضرتك شايفها، وبالتحديد خلينا نتكلم كمان بالمره على العماله الغير منتظمه. نعم، خلينا نقول ان خلال الفتره الجايه احنا بنحلم للعماله المنتظمه ان يبقى ليها
أن يشملها قانون تأمين صحي جديد. دي العمالة المنتظمة. الغير منتظمة برضه. الغير منتظمة. حضرتك بتسعى أن يكون لها شكل. طبعا لازم تبقى الغير منتظمة دي لازم أبقى إيه يبقى بتستفيد من خدمات الدولة. النهاردة العامل الغير منتظم ده لما القدر الله بيحصل له حاجة ما بيلاقيش ياكل. اللي بيقع ما بيلاقيش ياكل. لأنه لا عنده تأمين اجتماعي ولا عنده تأمين صحي. إحنا وظيفتنا خلال الفترة اللي جاية أو جزء من تحقيق العدالة الاجتماعية لهؤلاء إن أنا خلال الفترة الجاية أعمل قانون جديد للتأمين الصحي يسمح إن هم يتعالجوا فيه. يشمل العمالة الغير منتظمة. يشمل العمالة الغير منتظمة. قلت كلمة مهمة جدا، الاستفادة بحقوقهم من الدولة. أيوة طبعا. كلام سليم. إحنا عايزين إيه تبقى المسألة، هو يدفع الضرائب بتاعته؟ يعني إيه؟ هو طالما بيشتغل يبقى ليه ضرائب. يدفع الضرائب المستحقة عليه وقت عمله. الحاجة التانية أشوف له صيغة يخش بيها جوه قانون التأمين الاجتماعي عشان لا قدر الله لما يحصل له حاجة يلاقي معاش. بالظبط. ما يبقاش معاش تسول. لا، احنا عايزين معاش بكرامة. عايزين معاش بكرامة عشان يطلع يبقى بيطالب بحقه. مش يقولوا انها يعني، وبالتالي احنا عايزين نشوف لهم صيغة في مسألة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يضمن لهم معاش بعد خروج بعد ايه؟ في حالة الإصابة، في حالة المرض، في حالة الوفاة. وأيضا يخشوا من خلاله أو يستفيدوا من خلاله بالتأمين الصحي المصري. دور اتحاد العمال بقى في حل المشاكل بالفعل. حضرتك بتقولي دايما بنقرب وبنجيب حقوق العمال. ولكن هندخل بقى في المشاكل بالفعل. لا. أكيد دور اتحاد العمال بيكون منوط بتحقيق حل المشكلة. لا. وبالتحديد العامل أو بالتأكيد العامل بيشعر ان اتحاد العمال واقف وراه وحل مشكلة. طب احنا عندنا أزمة دلوقتي هي أزمة عمال مثلا أسمنت طن. احنا قعدنا مع الراجل العضو المنتدب، ده موضوع مصار يعني. قعدنا مع الراجل اللي هو العضو المنتدب للشركه مرتين ثلاثه، وقعد وفي الاخر قفل المصنع. قابلنا رئيس الوزراء وخدنا ناس من ممثلين العمال وقابلنا بيهم رئيس الوزراء والراجل لغايه دلوقتي راح قفل المصنع وقال لي اديهم اجازه مفتوحه. بقت ازمه يعني طيب احنا عمالين نتواصل. يعني الناس دي اتشردت بالبلد. مش لا ما تش... هم مش اتشردوا، هو طبعا قافل. الناس دي لها تعاقدات وليها طبعا له حقوق. هو قافل المصنع لمده اسبوعين هينتهوا يعني خلاص يوم الاحد وبتاع، لكن في النهايه عمالين شغالين رايحين جايين في التفاوض من اجل حل هذه صيغه معينه. بالظبط. لحل هذه الازمه. وان شاء الله في جلسه يوم الاثنين يا رب يقدرنا ونحل المشكله. لكن انا عايز اقول لك العمال لديهم حق، لكن صاحب العمل بيماطل. فاحنا مش جه ما انا ما اقدرش اروح اقبض عليه واقول له نفذ بالعافيه، لكن انا وسيلتي التفاوض ثم التفاوض ثم التفاوض للوصول لحل. للوصول لحل. بالظبط. ان شاء الله، وان شاء الله يوم الاثنين نوصل لحل ان شاء الله. انا سعيد بكلمه ان شاء الله دي لان فيها مزيد من التفاؤل. بالتأكيد. يعني ممكن يكون صاحب العمل عايز مكاسب وعايز ولكن حته التفاوض بحرفيه من قبل اتحاد العمال اكيد بتوصل لحل باذنك يا رب ان شاء الله. باذن الله. خلينا نتكلم على دور اتحاد العمال وبالتحديد في حاجه مهمه جدا استاذ مجدي، وهي البطاله. لا. ورؤية حضرتك بالتحديد بقى لحل هذه المشكلة، بس نتكلم الأول عن اتحاد العمال. احنا بالنسبة لاتحاد العمال احنا ككيان عندنا رؤية دايما لحل المشكلات المحيطة، لأن احنا دايما مغروسين في هذه المشكلات. طبيعي. يعني احنا بالليل وبالنهار يعني احنا للأسف أسرنا بتعاني من احنا كل يوم حياتنا كلها بنسمع مشاكل بس. كل يوم بتسمع مشاكل. هو ده دور اتحاد العمال، احنا عايزين نحل يعني مشاكل. ما بنسمعش حاجة يعني لكن كل يوم بتسمع مشاكل. لكن احنا وظيفتنا الرئيسيه هي حل المشكله، هي حل المشاكل. احنا بالفعل البطاله دي قضيه بالنسبه لنا بتسبب ارق طبعا، لان كل بيت النهارده في شاب واثنين وثلاثه قاعدين من غير عمل. بالظبط. واحنا احنا احنا يعني احنا يمكن قلنا للرئيس في احتفالات عيد العمال احنا عايزين اول حاجه توزيع عادل للمشروعات الاقتصاديه في المحافظات. بمعنى انا عند الصعيد في تجاهل اقتصادي من سنوات طويله. تقصد توزيع جغرافي للمشروعات الاقتصاديه؟ طبعا، للمحافظات طبقا لظروف كل محافظه. بالظبط. بمعنى انا عند الصعيد في تجاهل تام له اقتصاديا. مش كده؟ دي مشكله. طيب ايه المانع النهارده ان نتائج المؤتمر الاقتصادي اللي هي في بعض المشروعات نتجت على المؤتمر الاقتصادي؟ بالتاكيد. ايه المانع ان انا اعمل هذه المشروعات في الصعيد بعيد عن القاهره واسكندريه والاسماعيليه والصعيد، بحيث اللي هي المحافظات الطاردة للعمالة دي لا تبقى هي جذبة للعمالة، وخفف الضغط عن القاهرة وبفتح باب رزق للناس اللي هناك. ده دورنا.
هي فكرة صعبة قوي للدرجة دي يا أستاذ مجدي؟ لا مش مسألة فكرة بس أنا بتكلم على التطبيق. يعني دايما مزيد من المشروعات عندما توجه إلى مثل هذه المحافظات زي ما حضرتك قلت طاردة للعمالة. كلمة جاذبة للعمالة دي كلمة ذكية جدا. طبعا النهاردة القاهرة بتعاني من إيه؟ إن كل المحافظات طاردة للعمالة وكله بيجي يتمركز هنا لأن أولا والمستثمر يهمه يعمل مشروعات في القاهرة على اعتبار إن القاهرة ما بتغرموش نقل كتير، ما يعني إيه في سبل راحة بالنسبة له أحسن. طبعا طبعا. لكن إحنا بنناقش قضية وطنية. لما تيجي تحل أزمات أو بتبني بلد لازم الكل يضحي شوية، لازم الكل يقدم تنازل عشان خاطر نقدر نرفع من أسهم هذه الدولة ده التاني ونعيد بناء الاقتصاد المصري. وعشان تعيد بناء الاقتصاد المصري كان لازم زي ما حضرتك ذكرت في البداية أستاذ مجني يتكلم عن مراكز التدريب. نعم. وبالتأكيد دور مراكز التدريب الخاصة باتحاد العمال، هل يتم تعيين العمال أو تشغيلهم بعد حصولهم على دورات تدريب من قبل اتحاد العمال؟ احنا للأسف كنا زمان بنهتم بالتدريب. الفترة اللي فاتت دخل أعداد كبيرة للشركات والمصانع لا تدريب ولا حاجة، يعني هي كانت ظروف البلد كده وعشان ما نظلمش حد يعني. لكن في النهاية احنا عندنا مشكلة حصلت الشهر اللي فات، احنا اكتشفنا ان الشهر اللي فات ان الإقبال على العمالة المصرية في الخارج قل بنسبة 40%. ده حقيقي. ودي احنا بنعتبرها كارثة. عشان كده احنا لازم تبقى عندنا قضية التدريب دي قضية مهمة. بمعنى انا عندي وزارات كتير كل الوزارة فيها مركز تدريب والوزارة دي بتدفع ملايين. لا بس استاذ مجدي انا اسف نقطع كلام حضرتك، وضحها لي. العمالة المصرية قلت في الخارج بنسبة 40% بسبب قلة تدريبها وقلة حرفيتها ولا بسبب ظروف اقتصادية مرت بها البلد؟ خلينا نكون يعني انا خليني الاول اقول ايه، مسألة الظروف الاقتصادية مش هتحوش عامل يسافر للعمل في الخارج. عظيم. لكن احنا تفضيل عامل جنسية اخرى على العمل المصري احنا بنروح. بس الواحد لما بيسافر دولة عربية ويكتشف ان انواع العماله الهنديه والباكستانيه وكله ده هي بقت مسيطره. علشان والله احنا خلينا نقول ايه، ان مفيش اسباب، لكن هندور على اسباب جديده تخلي الدول دي تجري ورا العامل المصري. ايه هي بقى اللي يخلي الدول دي تسعى للعامل المصري؟ انا كنت بسافر اليمن، انا مثلا سافرت اليمن كنت وانا ماشي في الشارع الاقي ناس جايه تسلم عليا، انا استاذي كان مصري، انا الاستاذ بتاعي كان مصري، انا كنت ماشي سعيد، انا كنت ماشي لان اللي علم الدول دي المصريين. ده حقيقي. طب فين المصريين دلوقتي؟ مش موجودين. ليه؟ تدريبهم قل، مستوى التعليم هنا ما بقاش زي بعض الدول الاخرى. خليني الاول اقول ان احنا لابد ان نهتم بمخرجات التعليم المصري، لان مخرجات التعليم هي سبب رئيسي من البطاله. بالظبط. محدش بيطلع بمخرجات التعليم اللي احنا بنتعلمه ده مثقل مهنيا. خليني نمره 2 بقى اهتم بالتدريب المهني، اعمل التدريب المهني ده اعمل ليه اب شرعي في مصر واعمله كيان يتبع رئيس الوزراء. جميل. كلام سليم. جميل. ويبقى الشركه اللي عايز عامل تروح تجيبه من مركز التدريب. انا عايز عماله دوله عربيه او اجنبيه عايز عماله تروح تجيب من مركز التدريب. كلام سليم. يبقى انا هنا العامل بتاعي بستفيد منه داخل مصر. ده حقيقي. وخارج مصر بيبقى سفير ليا بقدر من خلاله اصفر عشرات. حقيقي. هو ده كلام جميل جدا استاذ مجدي، ولكن لا. مش عارف، سؤال حيرني ومش عايز يزعلك. يعني هناك اتهامات قد تقال بان اتحاد العمال قد يتخاذل احيانا في حل مشاكل العمال المصري. بص يا فندم، طول ما انت بتشتغل لازم يبقى في اتهامات. احنا من 25 يناير حتى الان والبلد فيها سيوله كتير والمال السياسي دخل كتير. والتمويل الاجنبي كان اكتر. حقيقي. طبعا. وكان المطلوب هدم هذا الاتحاد لانه يمثل قوه. زي ما في حاجات قويه كتير تم هدمها. لا وكل ما هتنجح كله هتواجه مشاكل اكتر. وبالتالي خلينا طيب خلينا نتكلم الاجنده التشريعيه بسرعه بمواطن يخلص، وتمثيل العامل المصري في البرلمان وضمان تمثيله بشكل جيد. احنا بالنسبه طبعا اتحاد العمال هيدفع بمجموعه من المرشحين في انتخابات مجلس النواب القادم. عظيم. هذه المجموعه الهدف من ان احنا هندعمها معنويا عشان خاطر
من أجل الدفاع عن حقوق العمال وصياغة القوانين خلال الفترة الجاية. احنا مقبلين على ثورة تشريعية، عندنا قانون عمل، عندنا قانون نقابات، عندنا قانون تأمين صحي، عندنا قانون تأمين اجتماعي، كل القوانين دي هتدخل المفروض تعاد صياغتها خلال الفترة اللي جاية من أجل الدفاع عن حقوق العمال. وبالتالي أنا ما أقدرش أسيب مجلس النواب القادم لرجال الأعمال تاني. فكرة رجال الأعمال دي هي اللي وصلتنا لهذه سيطرة رجال الأعمال على كل على أو العام السياسي خلال الفترة اللي فاتت، هي اللي وصلتنا للنقطة دي. فخلينا نقول إن إحنا ندعم مجموعة من المرشحين عشان خاطر نقدر ندافع عن حق العامل في قانون يحفظ له حقوقه. إحنا للأسف يعني إيه إيدينا مغلولة كتير بسبب القوانين اللي موجودة في الدولة دلوقتي. مش عارفين لما القانون يبقى ضدك يبقى انت بتحارب طواحين هوا. قانون يبقى ضدك، العامل النهارده بتفصل. كنت اعتقد ان عندما يضع القانون فيكون في مصلحه العامل وسند. النهارده العامل بتفصل، يروح المحكمه، المحكمه تحكم له يرجع، يروح لصاحب العمل يقول له لا مش هرجعك، يروح المحكمه تاني كلام سليم عشان المحكمه تحكم له بتعويض. أستاذ مجدي الكلام معاك لا ينتهي، وقضايا العامل المصري أيضا قضايا هامة، وإن كنت أختم كلامي بكلمة حضرتك إن أنتوا بتسعوا من خلال اتحاد العمال لنصرة العامل المصري وتقوية مركزه وتدريبه ورفع قيمته سواء داخل مصر أو خارج مصر. أنا بشكر حضرتك مرة تانية، وبالتأكيد على وعد بلقاء جديد نعرف فيه أحوال العامل المصري التي تحسنت في الفترة الأخيرة. شكرا جزيلا أستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، وعلى وعد بلقاء متجدد. مشاهدينا الفقرة الجاية هيكون معانا ضيف عزيز علينا جدا، وهو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، وحديث يطول حول قيمة العمل بشرف وبإتقان وبضمير في الإسلام. فصل سريع ونعود مرة أخرى.